امتطى العمانيون جياد الإقدام وركبوا سفائن العزم وحلقوا ببصرهم وبصيرتهم بأجنحة الوحدة الوطنية. من أول يوم أيقنوا فيه أن وجه الحياة العمانية كتب له أن يتغير، خاطب جلالة السلطان شعبه: أعينوني بقوة أجعل بينكم وبين ظلمة الأمس ردمة، وأجعل من إنسان عمان مفردة عالمية يشار إليه في المحافل، هذا هو العماني. لبى الشعب نداء سلطانه وقال: إنا خلف قيادة جلالتكم ماضون. كان ذلك في 23 يوليو 1970. إنه التاريخ الذي غير الحال، وليس بأفضل من يقدمه لجيل النهضة من آباء الجيل وأجداده، ولا ينبئك مثل خبير. غير وجه الوطن عمان بمجيء جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله إلى سدة الحكم، حاملا مفاتيح العهد الجديد، النهضة المباركة، وحاملا طموحات شعبه نحو بناء الدولة الحديثة، مستمدا نهج حكمه الرشيد من موسوعات التاريخ العماني العميق: أعظم به وأكرم، ومن إرث أسلاف غطارفة وسلاطين وقادة عظام قدروا فقرروا مكانة عمان التي تستحق شرقا وغربا. تغير وجه الوطن عمان بهدي رؤية جلالة السلطان، وقد تحمل مسؤولية إحياء حضارة العمانيين واستعادة أمجادهم. فانطلقت ملحمة البناء ومشروعها النهضوي من التراث الذي يمثله الإنسان العماني أصلا، العماني الذي لم يخرج يوما عن تقاليده، ولم يسمح للأفكار الدخيلة أن تستحوذ على مشاعره في بناء الدولة المدنية، كما لم تسمح له أعرافه قبل أي قانون أن ينفسخ عن ثوبه الذي جسد هويته وشخصيته في كل زمان ومكان. وحتى عندما يطرح رأيا في المجلس أو المحفل يقدمه في بروازه الحضاري الإيجابي، وتراه كذلك عندما يلج في فضاءات النشر الإلكتروني التي لا تخلو أحياناً من صخب فكري يشيء أن يبرز عمانيته بوعيه المفند بين الغث والسمين، أو في سياق رأي لا يرتضي أن يفلت من طوره المعتاد، محافظاً بذلك على مكتسبه ومنجزه، ومعيناً على الكلمة السواء والتلاقي بالبر والإحسان لما فيه خير الشقيق والصديق. بحكم تواجدكم واحتكاككم بالشعوب الأخرى ووجودكم في بيئة غير بيئتكم، حاولوا أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن. خذوا السمين واتركوا الغث. في نفس الوقت نحن هنا يعني في بلدنا هذا علينا كذلك أن نترك الغث من عاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بما هو طيب وبما هو سمين، ونحافظ على أخلاقنا الطيبة وعاداتنا الطيبة. وكما يقول المثل أو يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم كملوا. تغير وجه الوطن عمان بجهد 9 خطط 5 هي حصاد عمل مضن تناقلته السنون 47 الماضية، والمواطن هو شغل النهضة وشاغلها، فلم تدخر في إسعاده يوما لا الحال ولا المال. ويتجاوز ذكر المنجز ميادين التعليم والصحة والطرق والموانئ والمطارات والبنية الأساسية، إلى الانتقال نحو عمل الألفية الثالثة ببعدها المؤسسي، مهتديا بوثيقة النظام الأساسي للدولة في مشاركة المواطن التي يجسدها مجلس الشورى، وما يجري بين فتراته من انتخابات عامة وتجسدها مجالس بلدية منتخبة في جميع المحافظات. تغير وجه الوطن عمان لتدخل السلطنة بثبات إلى مسارات التنويع الاقتصادي لتأمين متطلبات التنمية المتزايدة للأجيال،
تحت ظلال درع الوطن وحارسه الأمين قوات السلطان المسلحة ومظلة شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل المواطن الآمن في سربه المعافى في بدنه. تغير وجه الوطن عمان، فصاغت السلطنة سياستها الخارجية وفق رؤية شاملة امتلكها جلالة السلطان بقوله: إنني أريد أن أنظر إلى خارطة العالم ولا أجد بلدا لا تربطه صداقة بعمان. فجسدته الدبلوماسية العمانية واقعا عمليا، ورفرف العلم العماني الذي يعلوه لون السلام نحو الحياة المطمئنة ونحو عالم يسوده الوئام الإنساني المستدام. ففي مسيرة العمل الخليجي شيدت عمان البيت وألفت، وفي محيطها العربي كان لأدوارها المؤثرة حضور لم يفارق وجدان الأشقاء في فلسطين ومصر والعراق واليمن وسوريا وليبيا، إذ كرست جهودها وحنكتها في وقف إراقة الدماء واحترام إرادات الشعوب ولم الفرقاء إلى مائدة الحوار، ولم ترد بذلك إلا الإصلاح ما استطاعت إليه سبيلا. كما كسب منهاج سياستها الذي لا يحيد ثقة واحترام المجتمع الدولي وأقطاره العظمى ومنظماته الفاعلة. تغير وجه الوطن عمان أن قوبل جهد السنين بتعبير الارتياح لما تحققه المسيرة، وبنظرة فاحصة نحو المستقبل بالتأكيد على أهمية دعم جهود التنفيذ والشراكة لإقامة المزيد من المشاريع المعززة للتنمية والاستقرار. وفي خضم متغيرات اليوم منح الشكر الذي وجهه عاهل البلاد المفدى للمواطنين على تعاونهم عروقا جديدة سرت فيها الحياة من قلب النهضة النابض ومن كفها الذي يزرع عاما فعاما إلى شعبه يحصد جيلا فجيلا. عاش قابوس المفدى.